أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير. رمضان كريم، تقبل الله الطاعات منا ومنكم أجمعين. نهر دجلة، وما أدراك ما نهر دجلة. هذا النهر الجميل، نهرين عندنا، دجلة والفرات، ويا جمال اثنينهم. وفي بغداد الحبيبة تحديدا على شاطئ نهر دجلة، متواجدين اليوم في إحدى مقاهي بغداد مع أهلنا وناسنا، مع شبابنا وأيضا عوائلنا الكريمة، بعد الإفطار، هذه الساعات والدقائق الأولى من ما بعد الإفطار. رمضان كريم عليكم، ابقوا يا يعني. مساءكم من جديد أحبتي المشاهدين، بهذه الجولة خصصناها لنهر دجلة، لجمالية بغداد بنهر دجلة ولخصوصية بغداد بهذا النهر الجميل. أجواء بغداد على ضفاف نهر دجلة لها خصوصية كلش حلوة. خلينا نشوف هذه الخصوصية، وخلينا نشوف ليش العوائل الكريمة والشباب يختارون ضفاف نهر دجلة. نبدي حلقتنا ونشوف العائلة الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. علينا وعليك يا رب، ينعاد عليكم بالخير ان شاء الله. الحمد لله بخير. حياك الله. ويانا وسهلا. اولا تقبل الله طاعات اجمعين ان شاء الله. افطار شهي ان شاء الله. الحمد لله للجميع ان شاء الله. احنا نرد نسال بدايه الامر، ليش اكو عوائل وشباب يحبون نهر دجلة؟ نعم. تواجد بعد الفطور على نهر دجلة، ليش؟ هو تتعرف انت يعني نهر دجلة هو واجهة بغداد. ويعتبر هسه بهالوقت هذا هو صار عروس مال بغداد. صح. اي فهو اصلا يعني هو المتنفس الوحيد صار عندنا ببغداد. وخاصة يمكن هسه اكو تحرك حتى من بعض المسؤولين بأمانة بغداد انه دي يجملون الضفاف. طبعا لان احنا بالبداية صارت موضوع المولات ما مولات، بس بدت العالم تمل خلاص. طبيعة افضل بهواية. صح. اي ما شاء الله الامان موجود. واحنا عندنا مساحات ضخمة على ضفاف. اكيد اكيد موجودة هواية مساحات. ان شاء الله ان شاء الله بالمستقبل يستغلوها لان اكو. انتوا فطرتوا هنا لو؟ لا والله فطرنا بالبيت وبعد الفطور جينا هنا. اها. وامشي واحد يفطر بالبيت. انت مع فطور البيت؟ اي طبعا. يعني انت ضد فطور البرة؟ مو دائما. مو دائما. مو دائما بس يعني الاكثر العب بالبيت. تزوج جنابك؟ الحمد لله وعلى اطفالي. ما شاء الله. الله يسلمك. شو اسمها البنوته الحلوه؟ ديمة. ديمة. مرحبا ديمة. رمضان كريم. شلونك؟ زين. داومين مدرسة ولا؟ يا صف. ثاني. ويا من تحبين تطلعين دائما، ماما لو بابا؟ بابا طلعين يا؟ اي دلوعة بابا يسر البنوتة. الله يحفظك يا الله يسلمك يا اخي. الشباب هسه يحبون يعني سحورهم دائما يكون مع الاصدقاء. والله احكيك يا هذا تشوف السحور مع الاصدقاء؟ هذا الامام الزوج. الإمام الزوج. شو يختلف من يوم ما الزوج شو يختلف عن؟ أنا بيتوتي يعني. بيتوتي. أنا بيتوتي. يعني أنت الزوجة يعني هاي هنيئة. أنا عندي عادي بيت وعائلتي أهم شيء يعني. لأنه النساء يحبن البيتوتي. إيه. هذه بالبيت أنا أحب دائما كل شيء بالبيت. فرصة جيدة لكل النساء. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. صار لك كثير متزوج؟ والله من 2013. زين. قبل فترة أكو يعني كان مقترح من أحد النواب. نعم. بضرورة تعديل. مو تعديل، بضرورة دفع الشباب نحو الزواج من الثانية والثالثة والرابعة. لا لأنه عندنا عنوسة بالبلد وكذا. يعني احنا اتفقنا ماكو سياسة بالموضوع، بس انتوا مدخلين بالسياسة. لا ماكو سياسة. ماكو سياسة. لا ماكو سياسة. لا احنا داخلين بالسياسة وايد افضل كان. لا تدخلنا الاحراج. لا الاحراج شيء كبير. احراجات. يعني ممكن اليوم انه اذا نلح بالموضوع ما تتسحر بالبيت. اكيد. لا تعرف يعني ما هذا الشيء ما يصير. بالعكس احنا آه الحمد لله والشكر الله يسلمك الجو العالي الله يسلمك. اي الحمد لله والشكر بالاخص ذات التفاهم. اي لا الحمد لله والشكر بالعكس يا رب ان شاء الله دوم هاي اجمعين يا رب اجمعين يا رب ان شاء الله يا رب امن وامان. وين المدام؟ المدام مرحبا سيد. رمضان كريم علينا. سعد الله يامك. موظف ولا ربة بيت؟ لا ربة بيت. ربة بيت. رمضان متعب على ربة البيت ولا على الموظف؟ اي والله كلش خاصة دوام عندنا. ها؟ اي والله. يعني الاطفال عندهم دوام؟ اي دوام. فلازم يقعدون وياهم من الصبح؟ الصبح ونبقى قاعدين السحور و اها. زين. دائما يكون تنويع بالمأدبة الرمضانية. اي صحيح لازم يوم. فلازم اليوم اذا سويت هيك لباكر نسويه. صح. فشلون هنا عادي عندي متقسمين الايام متقسمين الاكلات. اي يوميا شيء شكل
لازم واحد يغير. زوجك متطلب عليك؟ لا بالعكس. يعني يرضى؟ لا أي شيء عادي. حلو. وهذا الشيء حلو. هذا الشيء زين. كل زين. لأنه كوزينهم هسه ده يتطلبون هو على. لا لا بالعكس. أصلاً ما يسألني على الفطور. ما يسألش على الفطور؟ لا طابخة؟ لا أبدا. يعني بس يشوف الفطور بلحظته؟ أهم شيء شوربه. أهم شيء شوربه. والله قنوع يا أخي. ما هي بس أبو عليها حتى مرات ما أكلها بس أهم شيء موجودة. موجودة. أهم شيء موجودة. صدق مرات ما تنوكل هي. هي بس هي. مرات تبقى هي والقشوة ما خلاص المهم هي موجودة يعني. إيه بس. زين. سؤال في لي أكثر أكلة ما يحبها زوجك؟ ما يحبها؟ يموت منها يقول لي شو أسوي لي هذا؟ هاي السوالف الأكلات السريعة. مال همبرجر وغيرها يعني شرقي كلش يحب الاكلات الشرقيه شرقي امشي تمن ومرقه امشي تمن ومرقه الله يحفظهم الله يسلمك ويحفظك هاي العائله الكريمه ورمضان كريم عليكم مره شكرا اتمنى لكم اوقات سعيده شكرا جزيلا حياكم الله من هاي الاجواء البغداديه الجميله خلي بس نشوف نهر دجله شويه هنا الجو جام غير من بين هذا الضفاف نهر دجلة طبعا اكو ملاحظة جدا مهمة اكو مناطق في العاصمة بغداد بيها مساحات ضخمة جدا من ضفاف نهر دجلة لكن ما مستغلة نهائيا فبالتالي على وزارة الموارد المائية على أمانة بغداد على اي جهات مختصة ان يكون اكو تطوير شفنا تطوير بجانب الكرخ كورنيش الكرخ تطويره كلش حلو وحياكم الله كل من دعم شاطئ الكرخ ضفاف الكرخ بارك الله بكم لكن اكو مناطق اخرى جدا مهمه وحيويه خلني ندعو الى ان يكون اكو اعمار لها ويكون اكو ترميم لهذه الضفاف واعاده اعمارها مره اخرى نبدي حوارنا ونكمل حوارنا ويا اهلنا وناصر العائله الكريم هنا السلام عليكم استاذ السلام عليكم رمضان كريم أكرم. الله أكرم الله يخليك الله يبارك بيك يوم شلون أجواء رمضان هنا؟ والله الحمد لله والشكر ليش اختاريت خير وأمان ليش اختاريت هذا المكان؟ مكان شعبي وأنا من الكرخ أصلاً أنت من الكرخ؟ كرخية يعني أحس الأجواء مالت الكرخ هنا فتحنين المناطق في هنا أي أحن عليها أهل الكرخ أنا أدري بيهم يحبون الهدوء بس تعودكم الرحمانيه في الجعافر وهاي شويه الجعافر والرحمانيه والمشاهده المشاهده منطقتنا يعني هي الاصليه بصراحه هي هذه بس اعيش الاجواء بالاخص من هنا انا اقول لهم حطوا لي اغاني قديمه عراقيه اي بالضبط اغاني بغداديه يعني اعيش الاجواء ناظم الغزالي ناظم الغزالي هذه اعيش الاجواء يعني احنا اللي كنا بايام الطفوله يعني زين سولفين على ايام الطفوله يا بزمان هاي المناطق الكرخ اللي على ضفاف نهر دجله وين كنت تروحون؟ احنا من يوم العرفات اعتيادي ابونا كان معروفين احنا نقول الشحاب معروفين هناك حياك الله هاي الذبائح تجي قبل يوم العرفات ويذبحون الاقارب كلهم الشيخ معروف يروحون يزورون الموتى والريوق كله يمنا يعني يصير الريوق كله يعني العشيره كلها يمنا تقريبا هاي تحكين اول يوم العيد؟ اول يوم العيد هذه شيخ معروف مرقد يزورون الناس يصلون بيه يعني اهلنا الميتين وهذا نزورهم ورا ما يجون من المقبره يجون الريوق يمنا يعني لازم يعني هذا اعتياد زين بعدهم اهل الكرخ على هاي العادات؟ اي بعدهم بعدهم مقبره صباحا اول يوم العيد بعدهم نفس الحاله بعد. نفس الشيء يعني اي بعدنا وانا لازم يعني انا ما اعتبر عيد اذا ما اجي الصبح صلاه العيد صح معروف الكرخي وبعدين نزور الموتى مالتنا الله يرحم موتانا وموتاكم يعني ما جماعة برعيد يعني بصراحة الله يرحمهم جميعا الله يرحمهم بعدك الطبخين لو عفتي المهمة ما طول والله اليوم عزيمة كانت عندي وتعرف الأحفاد والخوات كلها يمي طيب زين كلها يمي سويت المقيم عزيمة اليوم مشويات سويت اليوم هاي مشويات حاطين المنقل ومشويات انتم مشوي البيت وبامي اعتيادي حلو اهل الرمادي يقولون بانيه باني باني يقولون اهل الرمادي مو انا من الرمادي اصلا يعني حيا فهذا نشرف بكم وهذا الحليو منو هذا؟ هاي بنتي وجهاني السلام عليكم رمضان كريم سعد الله يعافكم ولد اثنين الله يعينك عليهم متعبين الولد تربيه الولد متعبين طبعا ربي يحفظهم لك ان شاء الله شو اسم هذا الحلو؟ اسمي هاي ياسين ياسين؟ ياسين ستايلك حلو شاب جميل وسيم انت اسمي هاي كلهم لان رحت هناك ايش
شنو رحت وين؟ شفت البلم وجيت. شفت البلم وجيت؟ ايه. حلو البلم؟ ايه. تعرف نضوا عليك ضوا عليه يعني البلم حلو؟ ايه. زين وهسه انت شو حتطلب؟ هاي. شو اختاريت؟ هاي نريد هاي بوتيت وبرجر وهاي. ها. هذا اختاريت برجر وفنجر؟ ايه. يلا. ينزلوا لك وجبه هسه برجر تريد؟ زين. تجي وياي بالبرنامج نفتر انا وياك نقدم برنامج نطلع بالتلفزيون تحب تطلع بالتلفزيون انت؟ ايه يلا سلم على الناس باعهم هنا باع على الكاميرا سلم عليهم قول لهم رمضان كريم قول رمضان كريم شنو الهدوء هذا؟ هذا البيت مو هيك هذا لا طبعا عكس هذا الموقف رمضان كريم عليك علينا وعليك شيء ثاني شيء اليوم العائله العراقيه تحب يكون افطارها سحورها داخل البيت وخارج البيت انا بالنسبه لي افضل داخل البيت داخل وبعدين البيت؟ نطلع يعني برا البيت نتمشى او نجي مكان نقعد فيه بس طيب. يعني هي اجواء رمضان انه فطور وهاي نقعد بالبيت أها. ما نطلع برا جيد دائما احب اللمه يعني مالت البيت حلوه الجمعه طبعا رايك بالبرامج الرمضانيه والمسلسلات الرمضانيه بدون ذكر اسم بس رايك بالعموم لا حلوة خاصة هالسنة يعني حيل يعني مسلسلات أحلى من العام يعني جيد الأعمال العراقية جيدة؟ طبعا الحمد لله اليوم شوفين أنه إحنا ماخذين جانب أنه الالتزام بالموروث الشعبي بالموروث أهلنا قبل باقين على عاداتنا في رمضان؟ تقريبا إيه باقية يعني نفسها يعني جي. الأكثر خاصة المناطق الشعبية اللي باقي على ذبت قبل أن هي رمضان والعيد والأجواء كلها باقي نفسها فطور تتم الاهالي كليتها العزامه بيناتهم يتبادلون يعني زين سولفي لي البنات جيل هذا الوقت اذا بنيه مو طباخه ماهره رمضان يعني ما. شهر الطاعه وشهر الطبخ بالنسبه لي ما افضل انه افضل شلون حتدبرها شلون حتدبرها اذا بنيه مو نادره بالطبخ شو حتسوي؟ ما بس اذا قاعده ويا عيال تدبرها لان العمه هي تطبخ يعني انه يعني اذا قاعده وحده هي مو طباخه لا صعبه يعني صعبة. ممكن انه كل دليفري كل دليفري هاي خلص على دليفري رمضان كريم عليكم اتمنى لكم الموفقيه وشكرا جزيلا لكم نستمر بتجوالنا في على ضفاف نهر دجله حوارنا مستمر مع الاجواء البغداديه الجميله باقين على هذا الجو البغدادي تحدثنا عن اهميه ان يكون اكو البقاء على الموروثات الشعبيه البغداديه باقين عليها ناسنا واهلنا. الحمد لله وشكر انه اكو مناطق بغداديه ما زالت على هذا الجو، جو تبادل الصينيه البغداديه، جو الزيارات، جو الافطار يوم فلان ويوم فلان يستمر وخلينا نشوف بقيه العوائل الكريمه، خلينا نشوف الشباب هناك. يلا شوف الاطلاله من هنا، جو حلو اطلاله على ضفاف نهر دجله مستمرين بهذه التغطيه الخاصه بضفاف نهر دجله، السلام عليكم. السلام رمضان كريم. عليك سعد الله ايامكم. ويامك. شلون الصحة؟ الحمد لله. شلون اجواء رمضان؟ والله خير من الله الحمد لله. حلوة؟ حلوة. زين. سولف لي اليوم خلينا نشوف جمعتكم، جمعة عمل، اصدقاء عمل مو؟ والله احنا زملاء دراسة. ايه احنا خمسة طلاب ماجستير. ما شاء الله. والاخ هنا طالب دكتوراه. ما شاء الله. حلو، دراسات عليا ان شاء الله، موفقين ان شاء الله. خليك الله هسه شنو انتم بيا مرحلة بالدراسات؟ احنا سنة أولى تحضيرية ان شاء الله. تحضيرية. ان شاء الله. جيد اختصاص واحد او تخصصات جغرافيا ضمن معلومات جغرافيا اكو تخصص الارض او اي شيء جي اس جي اس ضمن معلومات نشتغل عليه ها اذا تشتغل عليه انا هذا مره تعمقت به بمكان لانه كانت فد معلومه خاصه بالبيئه وغيره من خلال هاي الدراسه معقده الدراسه لا بالعكس حلوه حلوه لا يعني الجغرافيا اشبه ما فرع علمي اكثر من كونه ادبي حلو الاكثر اكثر شيء اللي يعني الصعب اللي بهذه الدراسه بالماجستير صعوبه الدراسه التحضيريه ولا الفاينل يعني اول سنه اصعب اول سنه ان شاء الله شلون تتبادلون انا تسمحوا لي اقعد هل بيك تفضل حوارنا حيكون اطول شلون يكون يعني تبادل المعلومات ما بيناتكم خاصه بالتحضيريه التحضيريه هو عندنا نظام بيبرات يعني الدكتور يعطينا مفرده واحنا كل طالب بينا يسوي التغليل على هاي المفرده جيد والاقوى تغليل بينا يعني اقوى مفرده هاي المفرده يعتمد الدكتور حلو البحوث والمعلومات مصادر متوفره موجوده عندنا يا اما مكتبه يا اما موقع الانترنت
طيب تعتمدون مواقع الانترنت؟ لازم موقع مصادر موثوقة يعني مجلات علمية مو موقع عادية. طيب رمضان كريم. رمضان كريم. المكاتب القانونية أو المكاتب العلمية خلينا نقول تحديدا القانونية العلمية بالمتنبي فادتكم بدراستكم؟ يعني تفيدنا بس المكتبات اللي هي تعتمد كتب الكتب الأم يسموها اللي هي يعني باختصاص بالاختصاص مالها. طبعا. يعني انت مو فقط اعتماد على مواد منهج، لا لازم بحوث اخرى او مصادر اخرى خارج عليها، يعني لازم نتعمق بالدراسه. تعمقون يعني مو منهج، ماكو منهج؟ لا اكثر من صح. ليش اخترتوا هذا المكان على نهر دجله؟ والله يعني هنا مكان شوي هدوء، واحد يدرس منه جيد، يعني مو كله بالبيت، للبيت 24 ساعه حلو. لا أكو نرجيلة، أكو شاي، أكو نفسك على مود إيه بالضبط، خدمة، أكو شاي، أكو هاي موعد عيال اختصاص وجهاز حلو. منو أكثر شخص مفيد بهاي الجمعة بالمعلومات؟ بالمعلومات استاذ مهند، والله وإحنا كنا نتبادل المعلومات. لا أكو واحد معلومة، لازم أكو واحد اتكالي بيكم. اتكالي؟ إيه لازم. السلام عليكم. الاتكالي كيف الحال؟ أكثر عجوز كل العراق. هاي جماعة اتكالي. هاي لطلع. هاي سأل السؤال. هاي سأل السؤال. احنا شغلنا نسأل لعلهم. وانتم تجاوبون. رمضان كريم عليك. الجميع إن شاء الله. سعد الله أيامك. المعلومة من تكون بالهواء طلق. تتفلتر اسرع. طبعا اكيد اتصال حنان. انا تخصص جاي اسمه نعدس، دكتور محمد، دكتور علي. حلو. ايه فاكرهم ان شاء الله. طيب انتم الخط اللي تتمنوه جنابكم، اكو تخصصات يعني تخصصكم اكو يعني ممكن عمل خارج نظام الحكومه او النظام عندكم يعني خصوصا خاص؟ ايه خصوصا جاي جغرافي يشتغل على جميع تقريبا دوار. شنو شركات نفطيه، شركات شنو يعني؟ يشتغل على الجميع، مواقع صناعيه، موارد مائيه. حلو. احنا عندنا شركات بهذا التخصص بالعراق؟ اكو بس قليل. هسه توجيهات الوزاره يعني تقول اريد من عندكم انه بحوث تسوون باتجاهات معينه، مثلا صناعيه تروحون على الصناعات من عندها تعطيكم توجيه على فد بحث معين هي فد عندها مشكله بيه، تخلق المشكله وانت تلقى حل المشكله. يعني اي وزاره معنيه تعطيها هي بحث تريد من عندنا احنا نبحث على اساسه ونقدمه. هاي منو اللي يتواصل مع الوزارات؟ احنا كتاب رسم من كتاب كتاب رسم من رئاسه القسم الى الكليه الى رئاسه الجامعه. تعامل الوزارات معاكم استقبالك جيد ولا لا؟ زين بس بجمع المصادر اكو فد مرات يعني يصير يعني خلل، يعني مرات ما ينطوك اياها الا بصعوبه، خاصه اللي يكتب باتجاه الصحيه يعني، وهذا يحتاج الى مرات شهرين صحيه ولا يلا ينطوك البيانات. يعني لازم تقدم، يعني لازم تقدم على فتره وتبقى بيهم، يعني انت تنتظر الى شهر شهرين يلا موافقات تجي حتى تقدر. يعني مرات اكون ناس تريد تخلص بالمده الاصغريه مفهوم، فما يقدر يخلص بالمده الاصغريه يعني باتجاه 4 أشهر او هيك، لا ينتظر لازم شهرين بس على متواصل. طيب الجانب التقني، انا سولف على الجانب التقني اللي تخصصكم جيد لو لا؟ اكيد هسه يعني حتى متطورين احنا بهاي الجوانب التقنيه حاليا. حاليا احنا بهذا الاتجاه اصلا بدنا نمشي بهذا الاتجاه يعني الجغرافيا بدها تمشي بهذا. اجهزه كلها متوفره؟ متوفره برامج صفاهي ما موجوده في الدول المتناميه لو لا؟ اكيد احنا ما نقاس دول الخليج مثلا، من اسمنا دول ناميه يعني احنا نبقى بعدنا. شويه بعدنا يعني شيء على شيء ما في الحمد لله يعني اكو بصيص امل. اكيد ندرس بيها مختبرات وبيها برامج يعني مشتريها. اي انا مو اقصد على المختبرات الداخل الجامعات، لا اقصد اجهزه تقنيه تفيدكم باستكشافات بكشف مختبرات موجوده مختبرات الجامعه اللي يعني مخصصه كلها يعني مختبرات ومدراسه الجامعه العراقيه كلها تلادم. حلو. يعني مختبرات عندهم وهي طب الاولى زين. اكثر تخصص ما تحبه انتم بالنسبه لي؟ بالنسبه لي التنميه. تربيه التنميه عجب يعني هي بسيطه التنميه صح يعني مقبوله بالنسبه لي يعني انا ما احبها. جغرافيا هي ماده علميه بحته اي فمن تلقى بها ماده دخيه مرات ما تصعبها بالصوره يعني شو تعتبروها فلسفيه؟ فلسفيه بيها وهي والمدن يعني تقريبا متداخلات يعني خاصه داخل المواد يعني متجي عليها شيء متداخل ويا شيء فصعب عليك انه انت
شويه تستقبلها يعني. وكل كل طالب له يعني مثلا فلان تخصص مثلا سياسي، نعم سياسي، نعم فلان سياسي، نعم المدن. جيد. كل من تخصص جغرافيا سياسية. جغرافيا. منو كان بيكم عاجبه يروح تخصص يعني فوارق درجات معينه ما وصل لها؟ فارق درجات بسيطه ما يعتمد على البكالوريوس. بكالوريوس ما دا اقصد هسه. منو كان عاجبه تخصص حلو ما قدر يوصل له؟ فارق. فارق بسيط لو فارق قوي؟ هو بسيط، كان عندنا اعلام. اعلام؟ سالت الاقدار حول الاداب. هو انت شنو اللي يعني التسجيل اللي خلاك بالاداب؟ اي تسجيل. حبيت الاعلام؟ انا من انا صغيره احب الاعلام، حتى كنت بالاعداديه. جيد. خوالي مذيعين وقناه بالعراقيه. حلو. فعن طريق من حبيت الاعلام هذا. التابعين لو لا؟ نعم بس شات أخبر حولت آدم. الحمد لله. إن شاء الله على الماجستير أكمله أرجع. رجعين إعلام مرة ثانية. هذا خلق يا صاحبي. إيه خلق. هذا بالعامية خلق. لا والله هذا الهدف حلو، كلش حلو إنه واحد يعني حتى لو ما جت وياه بالبداية. أشتغل عليه حد ما أصله. حد ما توصل عليه زين. إزمن ما برازق ما. خلي نتحاور هسه بقالنا منه الدكتور. دكتور. دكتور حاوري أنت الدكتور. يلا كونك اعلاميه حاليا بس لي وجه المايك لك شلونك استاذ علي؟ اهلا وسهلا. تلاحظ اكو فوارق بالدراسه بين الجامعه العراقيه وجامعه الموصل حسب ما تكلمت هناك الطالب جامعه الموصل. دخلتنا مشاكل ويا الجامعه. الله يبارك. ما ذاك الفرق لا نفس الاسلوب تقريبا نفس العلميات الحمد لله لا ما اكو حسيت ان انا بغربه بين اهلك؟ لا بالعكس مع زملائي واخواني بالعكس لا ما بصري ما شاء الله. شنو رايك بطلع عمالتنا؟ طبعا ها لازم واحد خاصه اجواء الدراسه لازم واحد شويه يغير اجواء وبالاخص بيجي بيئه مفتوحه على كومنيشن الطيفيه. شنو رايك بادائها دكتور؟ ما شاء الله دانيا زميلتنا وما شاء الله شطوره كثير شطوره. زين انا اشكرك شو اسمك؟ دانيا. دانيا. دانيا وجه اعلامي ان شاء الله قادم ان شاء الله توفيق ان شاء الله اتمنى لك موفقين ان شاء الله اشوفك في محطه و تعرفين اثنين وقناه العراقيه يلا اتمنى لك هاي المحطه العامه الرسميه بعد خلاص ان شاء الله بدهن مثلا نقول اتمنى لك موفقين ان شاء الله توفيق انا اشكرك دكتور الفلوجه رمضان كريم عليكم وكل عام الله يسلمك بألف خير احنا عندنا واحد من الكادر من الموصل تمام اهلا وسهلا فلهش لك انا اول ما سولفت جت يعني باذن الله انا بكالوريوس جغرافيا جامعه حل. الموصل حياك ماجستير علوم انسانيه جامعه الموصل ما شاء الله وحاليا كليه اداب طالب دكتوراه بكليه اداب جامعه العراقيه قسم جغرافيا ونظم معلومات جغرافيا حلو حلو يعني احنا نحكي عن جامعه الموصل جامعه عريقه جامعه الموصل من اعرق الجامعات اللي موجوده بالعراق هي جامعه الموصل وجامعه بغداد وجامعه البصره من اعرق الجامعات الموجوده صعب بالعراق لكن الساعه الحمد لله يعني الحمد لله الاوضاع بالموصل بدأت اطيب ان شاء الله لا الحمد لله ماشي الامان زين ان شاء الله الحمد لله ماشي الامور الحمد لله الحمد لله والشكر شو اسمه هذا الشارع مال باكر عندنا اسمه شارع دواسه 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 شلون منطقه كلش راقيه وحلوه على برضه ما كل باكر دواسه منطقه شبابيه يعني يتزاول الشباب اكثر شيء صح عندنا السيشخانه كانت قبل 2014 قبل سقوط الموصل صح بالتنظيم هذه بالمدينه القديمه كانت السيشخانه نعم صح كان سوق كلش راقي لكن هسه بدت شويه ترجع بس بعدها المدينة القديمة مدمرة. المدينة القديمة مدمرة. أيه. مدمرة المطلة المدينة القديمة المطلة صح. اللي هي أصل مدينة الموصل اللي بنت. مدينة الموصل امتدت من المنطقة القديمة بعدين توسعت باتجاه الجانب الأيسر وبالجانب. والله نتمنى من يعني من هذا المكان من ضفاف نهر دجلة نتمنى إنه هاي المدينة بالذات القديمة اللي بالموصل يعاد إعمارها. ويعاد ترسيم حدود بيوتها لانه اكو مشكله عندهم بالترسيم تمام فعلا مشكله هاي ازقتها كلش ضيقه المدينه القديمه ازقتها ضيقه فلهذا السبب انه بعد ما بدا الاعمار بها لكن هسه بشكل عام مدينه الموصل كلها تعمرت الحمد لله وبدات ان شاء الله تتطور انا اشكرك جزيل الشكر اهلا وسهلا شكرا لكم جميعا المجموعين دكتور من الموصل انا من الرمادي حياكم من فلوجه بغداد اي فلوجه هو طاب انتوا وايد بعد قناتهم بعد زين يومكم
كنا نشكر اساتذتنا بكليه الاداب وعلى راسهم الدكتور حسين البهادلي والدكتوره رقيه واساتذتنا الافاضل يعني حياهم الله ما قصروا ويانا نهائيا احنا هسه شارفنا على انتهاء التحضيريه ان شاء الله هم ما قصروا اعطونا من العلم يعني بارك الله فيك لين ذاكر اساتذتك بارك الله فيك جميعا لانه هم اكيد انهم فضل عليك اكيد اكيد رفع عن القسم مالتنا شو اقول لك يعني الاول على علاقتنا وصلنا التصنيف القسم الجغرافي الحمد لله شكرا جزيلا لكم ويا رب اشوفكم في كل من تخصصه اللي يحبه حياكم الله واسفين اخذنا من وقتكم تحياتنا للموسى عندك قائمه ذكرنا الكليه والاساتذه يعني الاخيره لازم نطلع حاضر تطلع على اساتذه عيد لي اسمهم على السريع شوفوا طالب عيد اسمع على السريع يعني احنا نشكر الاساتذه مالتنا كليه الاداب جامعه العراقيه جي. على راسهم الدكتور حسين البهادلي حاضرين تحياتنا للاساتذه الافاضل والدكتوره رقيه يعني ما قصرت بالقسم بعد ناسين دكتور معين الاساتذه كلهم يعني دكتوره زينب هم نذكروها والله الامانه الحق قال يعني بعد الفضل الله سبحانه وتعالى عندنا قامات علميه يعني ما شاء الله عليهم العراق ما يبطل هذا الفضل الله سبحانه وتعالى صحيح حياكم الله جزيلا شكرا واتمنى لكم موفقيه ويا رب ان شاء الله نجاح لكم شكرا تحياتنا للموصل تحديدا والله مشتاق اروح الموصل قريبا حياك الله متى ما تجي قريبا ان شاء الله بالموصل حتكون حلقاتنا خاصه حاليا تكون حلقاتنا خاصه في الموصل وبقيه محافظات العراق قد يكون ما بعد رمضان تحديدا متجولين في ضفاف نهر دجلة ونشوف الأجواء في ضفاف نهر دجلة ومستمرين ونشوف أحد الكابتنية هنا السلام عليكم رمضان كريم رمضان كريم الله عليكم الله يسلمك والله عرفت الإخوان كلهم اختارت لي أطول واحد بالها رمضان كريم علينا وعليكم يا رب الله يخليك شلون الصحة؟ والله بخير الحمد لله شلون أجواء رمضان رمضان بالعراق كأنك بسوريا ها سوري حياك من وين من سوريا؟ من الشام من وين من الشام؟ من مزة سكان المزة مزة أستراد مزة جبل جبل مزة جبل يعني شوف احنا اليوم العراقيين من نقول واحد من سوريا نشوفه نسأله من وين من سوريا تحديدا ليش؟ يعني سكننا سنين طويلة في سوريا ايه بعرف فاحنا اهل الله يخليك وعزنا احنا وعزنا سوريا هذه دولتنا الله يخليك بلدنا الثاني اهلا بك بالعراق الله يسلمك يا رب يخليك صار لك ايش قد بالعراق؟ تقريبا سنة سنة وشوي مو بواية ما صار لا يعني فترة القصف والحرب انت موجود كنت موجود بسوريا موجود الوضع الامني هسه افضل لا طبعا افضل الحمد لله ما في شيء ان شاء الله يا رب الامان لكم ان شاء الله شلون شفت اجواء رمضان في العراق هلا بالعراق قلت لك يعني تقريبا ما فيك يعني تفرقوا عن سوريا نهائيا العراق وسوريا واحد بالنهاية مثل بلدين مع بعض العادات ايه العادات نفسها العادات؟ وعشنا نفسها؟ الظروف نفسها تقريبا فتعودنا على بعض مثل ما بيقولوا طيب بس اكو فارق اكل فارق طعامك ايه انتوا ما عندكم هذا الببيط والكذا احنا نسميه يا اخي انتوا جماعة بتحبوا اللحم مو صحيح انتوا جماعة بتحبوا اللحم فهو على كتر والدهن شوي زياده بيكون الشيء ما شوف الكل كله مكرر انتوا ما شاء الله اكلكم ناشف سمباتيك اي لانه تاكلون شيء نباتي فطائر اي تمام فهي على مود هذا الشيء بتحس انه يعني شوي النكهه تبع الاكل الطبخ السوري خلص اي على مود انا اكلتهم يعني على مود مو مشان اي على مود اي على مود ركزوا لي على مود هو يعني مثل ما قلت لك هلا الاكل هون طيب وانا دقت وجربت من كل انواع تقريبا يعني ما في شيء ما خلى احلى اكله حبيتها عراقيه قويه عراقيه حبيت شنو العراقيه بصراحه هاي السمك المسقوف مع تمن لحمه سمك؟ ايه سمك مسقوف مسقوف مع تمن احمر مع تمن احمر طيب كثير حلو ايه اكثر شيء حبيته ايه هلا نحن هونيك متعودين لانه على السمك البحري بحري ايه صح ما عندكم ايه وصغير بيكون احجامه ايه صح ما هي السمك ماكو بهذا هذا المنظر الدائري هذا هو ما بنشوفه رمضان كريم عليكم الله يخلينا عليكم وتحياتنا لسوريا الحبيبه ويا ربي كل اهل سوريا الله يسلمك يا رب خلينا حب تسلم على اهلك؟ اي والله يجولهم كثير تحيه على كل اللي حبيتهم ماما ولاخواتي لين ورند ونانسي كمان ان شاء الله وبتمنى لكم ان شاء الله رمضان كريم ان شاء الله رمضان كريم على العائله الكريمه نلتقي في يوم ومن عايدهم ان شاء الله رمضان كريم على العائله في سوريا رمضان كريم عليكم شكرا جزيلا حبيبي نستمر بتجوان وما زلنا على مقهى وضفاف نهر دجله
يلا السلام عليكم. رمضان كريم. سعد الله ايامكم. الله ياكم اغاثكم. هذا ما شاء الله ميزكم عامر اللي هناك. الحمد لله. يلا. يا رب دوم وان شاء الله زايد عددكم. الله يعزك. سعد الله ايامكم. احنا بالمناسبة مجموعة متخرجين 86 87 كل الزراعة جامعة الموصل. ما شاء الله. فاليوم مناسبة رمضان والاخ فرهاد من كركوك جاينا. ما شاء الله. والاخ رائد من بلجيكا جاي. ما شاء الله. فمناسبة صار فطورنا اليوم هنا ان شاء الله. حلو. وهاي لما يعني هاي جامعة دراسة زمان الدراسة. جروب 30 سنة صار لنا. هاي قبل ايش قد؟ 35 سنة كنا. ما شاء الله. جروب مهندسين زراعيين. 40 سنة ب 86. 86. دخلنا كلية تخرجنا بسرعة. حلو. مو بس مهتمين. اخوه وعوائل ما شاء الله يعني ما قطعتوا من ديك لا ما مقطوع ما شاء الله الا اذا كان الوقت يقطع بيننا مو احنا نقطع الوقت مجبرين على بس انتم ما شاء الله باقين لا الحمد لله ايش قد عددكم ما شاء الله 50 طالع حساب جايين هنا 15 لا مو ليش هسه دا اقول انه والله حلوه مداخلتك صحيحه شنو السؤال شنو ايش قد عددكم اذا في تدفع لي حساب احلى حاضر انا من عندي حاضر ما انت الله والله حاضر انا اريد اشوف من هو اغلبيه من بغداد موجودين ابو جواهر محمد بغداد 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 لا لا احنا نقول اللي المعذب منه المعذب كنا معذبين ما شاء الله وكنا سالم وين انا مدير الجروب سالم ابو محمد والنعم مدير بس لحد لحظه حتبدل واليوم انا معذب وكل مناسبه يوم واحد معذب يوم بالعلا ما شاء الله يوم بالديوانيه حلو حلو زين احنا بصوره مثاليه للمجتمع العراقي لا هاي كلش حلو بالعكس هاي دعوه اللي شب احنا جينا نتحمل المسؤوليه بس عندنا معاناه يعني عندنا معاناه من هذا الوقت وهاي الظروف خلي احكي معاناه راح في قناه فلوجه شرفنا بالايجابيات الايجابيات عندنا زملاء وايد من احنا بالرمادي وفلوجه حياهم الله عندنا متحف من حديث والنعم انا اريد اجي على كركوك اول مره السلام عليكم وعليكم السلام رمضان كريم اولا جميع ان شاء الله شلون هالكركوك الحمد لله كل زين اليوم الحمد لله ان شاء الله دوم يا رب اليوم جيت طبعا من كركوك جيت واحنا اصدقاء من 40 سنه قبل 40 سنه كنا طلاب كليه زراعه حلو جامعه موصل فهسه اليوم جت فرصه يعني واتصور احلى يوم بحياتي احسن ما شاء الله يعني احلى يعني الوجوه الطيبه وجوهكم همينه الحمد لله يعني اليوم الحمد لله يعني عيد الذكريات ال 82 هو قاعدين بس نتذكر الايام الحلوه يعني حلو وفعلا كان ايام حلوه وكان الصديق صديق والاهل اهل يعني كنا اهل يعني هسه الصداقه اللي بيناتنا يعني احنا طلعنا من مستوى الصداقه صرنا اهل يعني طبعاً. الحمد لله عمر ما شاء الله اي والله بلا حسد يا رب يدوم هاي العلاقه ويا رب ما تنتهي الله يخليك يلا خلنا نشوف يلا خلنا نجي السلام عليكم رمضان كريم رمضان سعد الله ايامكم حياك الله اولا اشكرك الله يخليك احييكم على هاي الجمعه الحلوه حبيبي تسلم بهاي الصداقه معكم زملاء الزمن الجميل من كافه الاقسام كليه الموصل زراعه الموصل حياكم الله زين سولفوني هسه انتم كلكم كل من اخذ مجاله بالحياه ثاني خلي اجي هنا كل من اخذ مجاله بالحياه لا انا اريدك انت لا كل من اخذ مجاله بالحياه واشتغل وتوظف في مكان تمام ما حد اشتغل بمكان سويه مو بالدراسه يعني لا احنا بعد الدراسه اشتغلنا مثلا باختصاص 5 سنين وبطلنا كل جهه بالدائره اشتغلنا غير اختصاص جيد اي حسب ظروف الحياه شلون تتذكروا من ايام بدايه دراساتكم البكالوريوس شلون تتذكروا كانت شلون والله ايام جميله هسه اتذكر قاعدين كنا واحد يسولف لك على الايام الجميله الحلوه الونسه وقسم داخلي كان حياه حلوه كانت حلو الزمن الجميل هذا زمان عاد شو توجهون رساله للشباب هسه دا يشوفكم اكو جيل الالفينات شو توجهوا له والله يختلف عن الجيل القديم يعني هم احنا واجبنا انه واجبكم تنصحوهم اي اهم شيء الصداقه صداقه مو فد كلام وتنبني على شيء صح على شيء صح طبعا العلاقات اهم شيء فعلا الخوة بالحياة مطلوبة صح حياكم الله ونشرف بكم جميعا الله يكرمك
يلا خلي خالد. دكتور محمد عندنا مدحت جابر من احلى حديث. دكتور محمد لقاء صعب شوي. ما يريد اللقاء. يلا حياكم الله. شكرا جزيلا. ممنونين. هذا ما يسمح به وقت البرنامج لهذا اليوم من ضفاف نهر دجلة متواجدين بحلقة كاملة بين أهلنا وناسنا في العاصمة الحبيبة بغداد. هذه الأجواء الجميلة بين ذكريات الماضي، بين هذه الأجواء البغدادية، بين الدراسة، بين اليوم الطالب اللي يعمل على ديمومة نجاحه ويعمل على مستقبله، بين هذا الجو البغدادي الجميل ومن هذه الأجواء البغدادية أختم حواري لهذا اليوم وحلقتنا. إلى حلقة أخرى ألتقيكم على الخير دوما. في أمان الله.